السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم راح نكون وياكم بالمهرجان السنوي الاول لوزاره الداخليه، هذا المهرجان الرياضي الحقيقه اللي غائب عن العراق منذ 2003 ولغايه يومنا هذا. هذا المهرجان ضم العديد من الفعاليات والنشاطات، كذلك انه نقدر نقول انه اليوم وزاره الداخليه هي عباره عن لجنه اولمبيه مصغره، فالعديد من النشاطات اللي موجوده اللي شفناها هنا ممكن هاي الفرق اللي شاركت بالمهرجان السنوي قد تكون رافد اساسي لاتحاداتنا لانديتنا اللي موجوده، واحنا سعداء جدا بانه نشوف المؤسسات بناس المعنيين بوزيرها بمدرائها العامين مهتمين بالرياضه. خليك.
اهلا بك زميلي علاوي، تحياتي لحضرتك ومشاهدي قناه الايام. طبعا هذا المهرجان هو المهرجان الرياضي الاول تقيمه وزاره الداخليه. ليش الاول؟ لا تعرف من بعد 2003 لحد الان ما كان اكو مهرجان رياضي بهذه الضخامه، بهذه الفعاليات المتعدده والمتنوعه، بهذا العمل الكبير صراحه. اذا ارتعت وزاره الداخليه برعايه السيد معالي وزير الداخليه وباشراف مباشر من اتحاد الشرطه الرياضي، قامت مديريه التدريب البدني والعاب الشرطه هذا المهرجان اللي ضم كافه تشكيلات وزاره الداخليه ومن مختلف المحافظات. مثل ما شفتوا كان هناك فتره طويله للتحضير هذا المهرجان، ولا الحمد كنسخه اولى شفنا نجاح كبير وبشهاده جميع المعنيين. نتمنى ان شاء الله في السنوات المقبله يكون نجاح اكبر واكبر وتكون هناك فعاليات اكثر ان شاء الله في السنوات المقبله. انا متاكد لك ايد او مبادره بهذا الموضوع. لا احنا كنا خليه عمل واحده وكنا نعمل في سبيل انجاح المهرجان، في سبيل ارتقاء اكثر بالعمل الرياضي في وزاره الداخليه، وهذا واجبنا كلنا ان شاء الله. احنا اليوم نقدر نقول شفنا جميع المحافظات موجودين، البصره غير البصره، كل الاقسام اللي موجوده اللي تابعه لوزاره الداخليه موجوده اليوم بهذا الموضوع. هذا يدل على شيء، يدل على نشاط وفعاليه الرياضه بوزاره الداخليه. لله الحمد، هذا سر نجاحنا، سر نجاحنا في رياضه وزاره الداخليه بشكل عام هو هذا التآلف وهذا التعاون ما بين مختلف المديريات. طبعا هذه المناسبه هذا ليس المهرجان الاول بهذا الشكل، هناك مهرجانات رياضيه اخرى تخص الالعاب الرياضيه تقام في بغداد، في البصره وفي اربيل، سنويا يقيم اتحاد الشرطه الرياضي. هذه السنه كان شكل ثاني، فعاليات رياضيه عسكريه، واعتقد كان هناك لمسه وبصمه واضحه لوزاره الداخليه في المهرجان. اهلا وسهلا لمعالي وزير الداخليه السيد عبد الامير الشمري المحترم راعي هذا المهرجان وهذا الكرنفال.
مبروك فوزكم بفعالية نحب الحفل اليوم. ما شاء الله شفنا هاي نحتاج لها لياقة بدنية، نحتاج لها مثل ما نقول ركبة زينة. بعد ما صار تقريبا شهر مستمر على الفوز، يعني خلال شهر اربع اسابيع يعني كسبوا عندنا لعبه، طلعنا الاول يعني وخش النهائي الحمد لله، لكن الحمد لله اخذنا الاول. زين هاي تمارسوها دائما اللعبه لازم امارسها دائما، لازم يعني شعب الحديد الديد ليفت تمارين القوه يعني مش الفلاح بالقرص عمص عنده قوه بالسحب على طول يعني مستمرين بهاي الالعاب يعني حتى بمديرياتكم خلال السنه كامله يعني خلال السنه مستمره التمارين هاي. بالتوفيق الله يعزك. طيب ان شاء الله الموسم الجاي شنو اول؟ ان شاء الله الاول، وان شاء الله بدنا بطوله عرب ان شاء الله على الاشتام الزينه. الله يعزك. طيب على الركبه الزينه ان شاء الله الاول دائما. الله يعزك. طيب عم شاء الكرام بالاستناكم خليكم. Thank you.
علي شلونك؟ الحمد لله بخير. ما شاء الله بدعت اليوم. فتحرك هيك. شكرا الحمد لله. فتسوي لنا وحده هيك فيديو. شو سالفه؟ يعني فد وحده هيك. لا مو زين، خلينا نعرف انجازاتك. انجازاتي انا بطل العراق 2022 مركز ثالث. حلو. لاعب منتخب وطني. حلو. وكابتن كوكشنجاي. اي كوكشنجاي. زين. مدربي استاذ محمد ضياء بطل العراق وبطل العرب. حاصل على المركز الثاني في بطولة العرب. وبطولة العراق مركز اول 2022 فئة الماستر. وعندنا سجاد قاسم امصال بطل عالم مركز ثالث. وحسين محمد ضياء. زين. انت شاركت هنا. بالفعاليه هذا العرض المشاركه غاب عن العراق صار سنوات، تامل انه بالمرحله المقبله الشارقه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق. شكرا. سويتوا اليوم؟ كانت عندنا فعالية رهينة، بسم الله الرحمن الرحيم. كانت عندنا فعالية رهينة انه عندنا رهينة نطلع من السيارة. سؤال، منو كسر الجامعة ودخل جوه؟ عندنا واحد من جماعتي. ولا اسمه فهد. براسه لو بيدي؟ لا براسي. ما شاء الله. دوروا لك حبيب قلبي. وفعالية رهينة كانت من أحد ال احنا فعالية من وجهة نظري احنا فعالية شهادة. في دول قلبك، لواء المهمات الخاصة، شرطة الاتحادية، كانت من الممارسات اللي نمارسها كل يوم. والحمد لله رب وفقنا بهاي الفعالية وشكرا حبيب قلبي. شنو انتم اليوم مثلا رياضيين ودخلتوا على هاي يعني على عفوا يعني انه مارستوا الرياضة بعد التعيين، لو من الرياضة جيتوا للتعيين؟ الممارسة موجودة بلواء المهمات الخاصة باليوم المحدود، يومية ممارسة. يومية رياضة يومية. ثلاث ساعات اليوم رياضة ووراي بدل المنهاج اللي يوم السلاح وهذا من عدل فعالية يعني. انت الحرام كنت ولا لزمت الحرام؟ لا لزم الحرام. انت لزمت الحرام. لزمت الحرام. سويت فيه خطية موتة. من نوم باو يعني زور جول ولا؟ والله الفعالية هي تمت على خير ان شاء الله
واحنا الشرطه الاتحاديه ان شاء الله متهيئين لاي واجب. وممكن انه الموقف اللي شفناه اليوم يعني باعتباره تمثيل مضحك كان شوي بحمار، بس هاي بالحقيقه صعبه. الحقيقه صح صح، بس ان شاء الله ما صعب علينا ان شاء الله اي شيء. اي واجب ان شاء الله. عم تعال تعال على كل يسال عليك المهرجان كلهم يسالون عليك. شلونك؟ السلام عليكم. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. لا لا حديد. والله متعلم علي. ان شاء الله حديد. تعال دائما نضوي يكسر جام؟ دائما حتى بالمدني. من التعارك طبيعتي قبل اطلب من الجامعة. الله عليك ولا يم الموضوع واحد ذيك يعني ما هي سبحان الله. بس تدريب هذا وجهد اكيد طبعا يعني طبعا 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 هذا كله يعني بجهد وتدريب سويتها بعمليات صادفتكم؟ ايش كم مره مسويها هاي؟ تقريبا 10 مره سويناها. مو بالاستعراض يعني ممارسه كل يوم كل يوم حالات صارت وياك؟ حالات مداهمات شبابيك يعني بس مكسيارة لا بعدنا بعد ما جايه شباك شو منين ما كان بعد شنو يضرب الحائط قال المهمات الخاصه متهيئ لاي واجب يكون بغداد وبغربه ما شاء الله. الله يوفقكم ويحفظكم ان شاء الله للعراقيين لان انتم عيوننا. الله يحفظكم ان شاء الله. كابتن تفضل لنا. لا والله جيت اخذهم. يلا بالعافيه بالتوفيق ان شاء الله. نعم مشاهدي الكرام تواصلنا معكم خليكم معنا. عقد مازن اليوم لو ردنا نتحدث عن هذا النشاط اللي غائب حقيقة عن بغداد عن العراق منذ 2003 ولغاية الآن، أريد أن نعرف أنه ليش هاي السنوات غاب وليش بهاي السنة رجع؟ طبعا بالمناسبة هذا عرس لوزارة الداخلية جميعا بمشاركة جميع القيادات الشرطة بكافة الفعاليات، ويعتبر هذا المهرجان الأول في وزارة الداخلية برعاية السيد وزير الداخلية الفريق أول عبد الأمير الشمري، وكان يعني بالمناسبة كان يأكد على هيجي فعالية وهيجي نشاطات للوصول بوزارة الداخلية في أعلى المستويات في سواء كان على الإعداد البدني أو الفعاليات الرياضية أو المسابقات في بطولات كأس الوزير الذي ينظمها السيد وزير وبرعاية الاتحاد الشرطة لوزارة الداخلية. تعرف يعني ما شاء الله
من شفنا الفعاليات وجزء حتى المشاهد اللي شاف الفعاليات يقول الداخلية أولمبية مصغرة. نعم نعم هذه الفعاليات يعني صار لنا 3 أشهر احنا نعد بيها، قلت لك جميع القيادات الشرطة هي شاركت بيها وبرعاية مديرية التدريب البدني والعاب الشرطة بقيادة السيد اللواء مهدي شواي وكافة ضباط التدريب البدني. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي احنا يعني حلو بنشوف انه كل المؤسسات الحكومية سيما انه الداخلية الدفاع باقي الوزارات اللي موجودة انه تهتم بموضوع الرياضة، باعتبار انه اليوم كل رياضاتنا كل انديتنا تعتبر اندية مؤسساتية يحتاج لها دعم يحتاج لها رفد. يعني اليوم من نشوف هيك فعاليات حقيقة أولمبية مصغرة وزارة الداخلية بهذه الفعاليات اللي شاركت بها، ممكن انه تخدم المنتخبات ممكن تخدم الاتحادات اللي موجودة بباقي الألعاب والفعاليات. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، الى اللقاء.